عدوى هي قصة الأثيوبيين في تحطيم العبودية وتحرير أفريقيا من الاستعمار، وهي رمز التحرير للسكان السود بأكملهم. ويذكر متحف يناسب هذه القصة على أنه بني في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا منذ عام 2012، وسيتم الاحتفال في المتحف بالنضال الأثيوبي من أجل عدوى، وسيكون له دورا كبيرا في تعزيز التضامن والأخوة، وفقا لرئيس جمعية الصحفيين الأثيوبيين السيد مسرتات تالاي. يكمل الاحتفال من أجل عدوى من هذا المكان الذي يقف فيه تمثال الإمبراطور ميلينيك. التمثال هنا في قلب أديس أبابا هو رمز تذكاري لتلك الانتصارات التي حصلت في تلك المنطقة. عاد ميلينيك إلى حيث بدأ واحتفل بانتصاره في هذا المكان الذي تم بناء النصب التذكاري فيه، وإن هذا النصب التذكاري يذكرنا أمجادنا وأيام تحررنا ورمز لحرية أفريقيا. وقالت نائبة مدير قناة والتا إمرت أصفو: إنني سعيدة جدا لأن المتحف يحتوي على قصص من سلسلة التاريخ في البلاد، خاصة لنقل قصة عدوى إلى الأجيال، وخاصة أنها يظهر دور المحاربات القدامى وكفاحهن من أجل بلادهن. رغم أن المعارك في معظم الأحيان تكون للرجال فقط، لكن في معركة عدوى شاركت النساء أيضا، حيث يذكر التاريخ أن الإمبراطورة أيتو ونساء آخرون شاركوا في هذه المعركة من أجل حماية الوطن ومن أجل الكرامة وتعزيز حرية بلادهم. وتم تسليط الضوء على هذه الحصة من أجل تعزيز التضامن الأخوة، الذين أشاروا إلى أن الدور بارز في الحفاظ على التاريخ المشترك والروابط بين الأثيوبيين ونقلها إلى الأجيال القادمة. اجتمع الكثير من الأثيوبيين من مختلف الجوانب من البلاد من أجل حماية بلادهم في معركة عدوى، وفي مستقبل الأيام يجب على الأجيال القادمة أن تأخذ درسا كبيرا من هذه القصة وأن تتوحد من أجل نهضة هذه الأمة وعمارتها.